أنا المصور الصحفي محمد جمال عبد الرحيم العلول، مواليد 15/2/1987، تزوجت في عام 2009، رزقت بأول أبناء هو أحمد في شهر 12/9/2010، ورهف لا إله إلا الله 24/3/2012، وكنان 25/1/2017، وقيس 6/3/2019. الحمد لله. ورزقت بآدم الابن الوحيد ظل عايش 6/11/2022. اللي صار معي في هذه الحرب، ما لو أنا بدي أعيش مليون سنة، لو أنا بدي أقعد أحلم في الحلم، مش ممكن أتخيل ولا يجي في بالي هيك في المنام إنه أنا ممكن بيتي يتم قصفه، إن أنا ممكن أخسر أخوتي الشباب، ممكن أخسر أختي، ممكن أخسر أبنائي، ممكن أخسر أولاد أخوي. هيك فجأة هم اللي قاعدين في بيتهم نايمين تم قصفهم. أنا كنت أشتغل أطلع أصور وأخاطر عشان أولادي، عشان أوفر لقمة العيش لأولادي. اليوم ما ضل شيء، ما ضل لأولاد ولا ضل دار ولا ضل شيء. الحمد لله على السراء والضراء. أنا قد ما بدي أحكي وقد ما بدي أوصف، ما في مشاعر ممكن توصف الجرح اللي في قلبي. أنا ظهري انقصر وقلبي انخلع من مكانه. الحمد لله على الباقين، الحمد لله على الباقين.